أنا بعض الأحيان نواجه مشاكل ويا المرور بعض الأحيان بسبب الإكزوزات، لأن تدري التمكاين يعني كبيرة والأصوات مالها تصير قوية. للعلم يعني هي ستوك شركة وهذا الصوت اللي موجود بيها، فهاي المشاكل اللي نواجهها بعض الأحيان ويا المرور. والله الأجهزة الأمنية إحنا عندنا يعني شوية مشددين علينا من الأجهزة الأمنية من المرور على الأصوات تدري، وعلى الستيكرات اللي تتخلى على السيارة بالأخص الأصوات. إحنا يعني هسه السيارة هاي هي داخلة من الجمارك، سيارة رياضية ومحركة 6400 سي سي، يعني هي منك بيها صوت من المنشأ، مو إحنا خالين بيها صوت، فنلاقي يعني مضايقات من المرور على هذا الموضوع. الأجهزة الأمنية ما يتفاهمون، يعني عنده السيارة كلها سواسية 6 سلندر والثمانية سلندر، أكو سيارات يعني هي 6400 صوت عالي، هي سيارة قوية زين ماكو طبعا بيها صوت. سيارة 5700 بيها هدرز لازم يطلع صوت. أوصل صوتي لمن؟ رئيس وزراء لمن أوصله؟ بس ارحمونا عمي، ترى لعبت فينا طول.